أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى من كوميونيتي ميديسن. محاضرتنا اليوم عن الصحة العامة Public Health and Prevention. قبل ما نتطرق إلى الصحة العامة، أول شيء لازم نعرف الصحة شنو. تعريف منظمة الصحة العامة من وضعتها للصحة في عام 1948. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. يعني بالعربي يسموها حالة الرفاهية الكاملة من الناحية البدنية والعقلية والاجتماعية. And not merely the absence of disease or infection. وليس فقط الخلو من المرض أو العاهة. معنى هذا الكلام شنو؟ أن الإنسان لازم يكون في حالة كاملة من اللياقة بحيث يؤدي أعماله بشكل كامل، يقدر يستفاد من حياته ويستمتع بحياته بشكل كامل. فإذن حتى الجانب الاجتماعي يعتبر مرض، اللي هو مثلا الفقر أو البطالة أو غيره. ما هو هدف الطب؟ هدف الطب هو تعزيز الصحة promote health and preserve health to restore health when it is impaired. وعندما يحدث اختلال يعني حالة مرض، يحاول أن يرجعها إلى الحالة الطبيعية. فإذا الطب هو وقاية بالحقيقة، جزء كبير منه هو وقاية. ما هي محددات الصحة؟ محددات الصحة كثيرة جدا. طبعا تشمل بالبداية الحالة الوراثية biological genetics، يعني الجينات اللي يستورثها الإنسان من أبوه من أمه من أقربائه. بعدين يجي دور المحيط اللي هو social state، الثقافة، ما يحيط بنا من بيئة في زاوية كيميائية بيولوجية، كلها تأثر. حتى توفر الخدمات الصحية، العادات والتقاليد، الدين، كلها تأثر على الصحة. عالم يوناني قديم هيبوقراط يسموه أبو الطب. ليش؟ لأنه بالحقيقة هو أول من فكر بشكل منطقي في 500 سنة قبل الميلاد. قال أنه الأمراض لها علاقة بالبيئة، لأنه التفكير القديم كان هو أنه الأمراض هي تجي من نتيجة السحر والشعوذة. فإذا ما هو تعريف الصحة العامة؟ الصحة العامة is the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting human health. إذن ثلاث أهداف رئيسية: منع المرض، إطالة الحياة، وتعزيز الصحة through organized efforts and informed choices of society, organization, public health, private community and individuals. من خلال جهود منتظمة من قبل المجتمع اتجاه نفسه. هذا التعريف خلاه عام 1920 ونسله. فإذا حتى نعزز الصحة ونحافظ عليها، عندنا ثلاث أساليب أو خطوات رئيسية. أول شيء assessment، لازم نقيم. ثانيا policy development، وضع الخطط والتأكد من تطبيقها الشورى. إذن لوضع أي خطة لازم بالبداية أول شيء نسوي تقييم assessment. ما معنى الخطة بالصحة العامة؟ A definitive course of action adopted as expedient or from considerations a business policy. إذن
يعني خطة مو بس في مجال الصحة العامة، أي مكان بالعمل لازم عندك خطة. إذا تقييم الصحة Evaluation of Health Policy، الخطوة الأولى من خطوات وضع الخطة الصحية. طبعا لازم تعتمد على الطرق العلمية وضع الخطط، معناها لازم أكو عندي مشكلة ولازم أحدد شنو هاي المشكلة وأسلوب علمي أدرسها وأدرس المجتمع اللي هو بهذه المشكلة، وبعدين يلا أقدر أخلي الخطة للحلول. فإذا أكو مشكلة problem لازم أشخصها، استخدم الخبرة مالتي والتقنيات اللي عندي في دراستها، أدرس المجتمع، وبالتالي أطلع بخطة لمعالجة المشكلة الموجودة. نجي إلى ما هي طريقة دراسة الخطة. أول شيء لازم نجي نأخذ تاريخ هاي المشكلة أنكيدوتس، بعدين أجي أدرس الميديا، شنو اللي موجود بالصحف، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، شنو اللي يتطرق إلى هذه المشكلة وجوانبها. بعدين لازم أجي أخذ الإحصائيات والأرقام الموجودة بخصوص هاي المشكلة، ومن ثم أجي إلى الإبيديميولوجي اللي هو علم دراسة هذه المشاكل في سبيل وضع الحلول لها. ما هي التكنيكال نوليدج حتى اخلي الحلول؟ طبعا هاي تعتمد على البيزك ساينس، العلوم الاساسيه، الدراسات السريريه، الاقتصاد، القانون، وكذلك الهيلث بيهافير ثيوري اللي هو تصرفات المجتمع. احنا قلنا دراسه المجتمع ككل ايضا مهمه، لازم ندرس المجتمع. ايش ندرس من المجتمع؟ ندرس الجوانب السياسية، الجوانب التشريعية والقانونية، وكذلك الجوانب الإنسانية الموجودة بالمجتمع. أحاول ألقي مجاميع لها علاقة بالموضوع أو لها رغبة في وضع الحلول، أسوي اجتماعات وأستخدم شبكة الانترنت للمساعدة في وضع الحلول. احنا اخذنا تعريف الصحة العامة، اكو تعريف عملي نقدر نقول عليه، هو تكون the public health is the activities that ensure conditions in which people can be healthy. فاذا توفير الظروف اللي تخلي المجتمع يعيش بصحة جيدة. These activities include community-wide efforts to identify, prevent, combat threats to the health and public. فإذا للوقاية من هذه الأخطار اللي تهدد المجتمع. أكو بعض المميزات اللي ينفرد بها الصحة العامة، تنفرد بها عن بقية العلوم الأخرى. أولاً basic in social justice philosophy، بالأساس تهدف إلى أنه توفير الصحة لجميع الناس، العدالة الصحية وليس لفرد. لها جوانب سياسية أكيد، لأنه لها علاقة بالقوانين والطبقات الحاكمة، هي مستمرة دايناميك، يعني أنت مو وفرت الصحة اليوم وباشر شلون المستقبل شلون، وهكذا. لها علاقة بالحكومات المحلية والحكومة الوطنية، لازم لها أساس علمي، أي خطة نطبقها لازم تكون مقبولة اجتماعيا. يعني على سبيل المثال بنشوف أنه في الكورونا فيروس، ما يصير أنت تجي تلقح الناس رأسا بلقاح ما إلى أساس علمي صحيح. بنشوف العالم كله انتظر رغم الخفيات ورغم المشاكل إلى أن تتم اكتشاف أنه
هذا اللقاح فعاليته جيدة ما في أضرار جانبية من الجانب العلمي يلا نطبق استخدام الوقاية بشكل سليم وكذلك الانتباه إلى أنه العادات والتقاليد والأديان الموجودة في المجتمع. الجزء الأخير من المحاضرة راح يضمن الخطوات هذه أمثلة بالحقيقة على النجاحات اللي طبقتها الصحة العامة بالقرن العشرين مثلا إضافة الفلور إلى الماء لمنع التسوس هذا موجود بأمريكا من السبعينات من القرن الماضي أو من الستينات الحقيقة نشوف أنه قللوا تسوس الأسنان من خلال إضافة الفلوريد إلى الماء وكذلك إضافة الفلوريد إلى معجون الأسنان هذا موجود في كل العالم السيطرة على أمراض انتقالية السيطرة على حوادث السيارات وتوفير توفير بيئة آمنة للعمل الأغذية وسلامتها الحفاظ على صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة تقليل وفيات أمراض القلب واللقاحات اللقاحات هي بالحقيقة نجاح كبير لأنه إحنا نخلي دولار أو أقل من دولار راح نربح ملايين الدولارات لأنه راح نمنع المرض لأن إذا صار المرض راح يسوي لي وفيات يسوي لي إصابات يسوي دخول المستشفى واحد وأمثلة كثيرة في هذا المجال شنو الفرق بين الطب العام والصحة العامة الطب بشكل عام يعني الطبيب لما يداوم بعيادته طبيب الأسنان لما يداوم بعيادته يشتغل ويا أشخاص individual بينما بالصحة العامة يشتغل ويا المجتمع ككل ليش؟ وسيلتنا بالتشخيص الأمراض من خلال الفحص ومن خلال إجراء التحاليل بينما هنا الوسيلة هي نستخدم الوبائيات علم الوبائيات الهدف هنا العلاج هنا لا الهدف هو تعزيز الصحة التداخل شيء يصير طبيب يكتب راتشته دواء للمريض بينما هنا لا نجي ناخذ البيئة ناخذ تصرفات الشخص طبعا هنا يكون برايفت بينما هنا الا الحكومة يعني تقدر تطبق الخطوات العشرة هذه الأساسية للصحة العامة هذه مهمة جدا أولا monitor the health status of the community مراقبة اثنين investigate and diagnose health problems and hazards أول شيء نراقب الصحة بعدين نجي ندرس المشاكل والأخطار الصحية ثلاثة inform and educate people regarding these health issues لازم نخبر المجتمع حول هذه المخاطر بعدين mobilize partnership to solve community problems نحاول مثل ورا ما خبر المجتمع نحاول نحرك المجتمع للمساهمة في الحلول support policies and plans to achieve health goals نجي نساند ونضع الخطط السليمة لمعالجة هذه المشاكل enforce law and regulation وضع القوانين والتعليمات القانونية للحلول link people to needed personal health نربط أو نخلي المجتمع يتحرك باتجاه هذه الخدمات الصحية اللي وفرناها ensure skilled competent public health workforce تأكد من وجود قوة صحة عامة سليمة وكفوءة الخطوة التاسعة evaluate effectiveness accessibility and quality of healthcare لازم نقيم هذه المراكز الصحية اللي سويناها والنقطة الأخيرة هي البحوث research and apply innovative solutions لحل المشاكل اللي قد تحدث وهي الخطوات العشرة وتفصيلها كل واحدة منها مثل ما ذكرنا مثلا الراقب
نخبر الناس ونحرك المجتمع في سائر الخطوات العشرة باختصار. طبعا هاي الخطوات العشرة هي مو سويناها وخلصت، لا، وإنما هي على شكل حلقة مستمرة: assessment, policy development, مثل ما قلنا assurance. كل واحدة من ذني تتضمن مجموعة من النقاط، وبالتالي راح تستمر عملية الإدارة system management for public health. إذا نجي ناخذ تاريخ الصحة العامة للقرن العشرين، الخطوات اللي أنجزها ذكرنا أمثلة عليها بالسلايدات السابقة، نشوف أنه الأمراض الانتقالية على سبيل المثال، هذه الوفيات من الأمراض الانتقالية بالولايات المتحدة بين 1906 إلى 1996، شوف نزلت بشكل كبير، يعني كانت 800 لكل 100,000، نزلت إلى 5 أو 10 أو أقل من 5. شلون هذا صار؟ هذا صار بالحقيقة بالأساس من خلال توفير الخدمات الثانية، يعني مو من خلال اللقاحات ولا اكتشاف الأنتيبيوتيك، لأنه إذا نجي نشوف أنه الأنتيبيوتيك بدأت بال 1940 أول ما اكتشف البنسلين، اللقاحات من 1960، بينما نشوف هذه نزلت قبلها. فإذا نتيجة الثورة الصناعية اللي صار سنة 1850، توفير مسكن جيد، توفير غذاء جيد، هو اللي حسن بيئة جيدة وحسن الصحة. إذا نشوف الأمراض القاتلة الرئيسية بال 1900 وبال 1997، كانت الأمراض الانتقالية هي تقتل الملايين من البشر، هاي بأمريكا مثلا، بينما بال 1997 صار السرطان وأمراض القلب والجلطة الدموية هي القاتل الأول. طبعا حاليا هو ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الأول اللي يسبب أمراض القلب. فإذا تحسين الصحة الدم من خلال الإصحاح السليم، الثورة في مجال الإصحاح، يعني توفير الماء، توفير السويتش سيستم، نظام المجاري. فإذا الصحة هي موضوع معقد جدا، مو بسهولة نشوف على نشوف مثلا شنو اللي يأثر على صحة الناس، نشوف عوامل كثيرة جدا. فإذا بالنهاية بس ناخذ مفهوم الوقاية. الوقاية شنو تعريفها؟ Actions aimed at eradicating, eliminating, or minimizing impact of diseases or disability. هذه الوقاية. وتقسم إلى ثلاث مستويات أساسية: primary, secondary, and tertiary. شنو المقصود؟ وقاية أولية قبل حدوث المرض، وقاية ثانوية بعد حدوث المرض، ووقاية ثالثية بعد الشفاء من المرض. شلون؟ على سبيل المثال شلل الأطفال، الوقاية الأولية أنطي الأطفال لقاح حتى ليس عندهم شلل الأطفال. الوقاية الثانوية إذا أصيب طفل بشلل الأطفال أحاول أعالجه، أحاول أقلل الضرر اللي يصير من المرض، هذه وقاية ثانوية، أمنع انتقال المرض إلى من يجاوره. والوقاية الثالثية وراء ما شفى من المرض، مثلا الطفل صار عنده شلل برجله، أحاول أسوي له عملية أنقل العضلات أو طول العظم، هذه يسموها ريهابليتيشن أو العلاج الفيزياوي التأهيل الطبي. ما الذي يحدد الوقاية حتى نصل إلى وقاية سليمة؟ يجب أن تكون عندنا معلومات جيدة، knowledge of causation، عن المسبب للمرض، وكذلك كيف ينتقل المرض،
وعوامل الاختطار أو الخطورة، وتوفير الوسائل مثلا اللقاحات أو غيرها اللي تمنع المرض، وكذلك المراقبة المستمرة. أخذنا تعريف الوقاية. إذا نأخذ مثلا أبسط شيء، غسل اليدين. شفنا هسه خلال جائحة كورونا شلون تأكيد على غسل اليدين وتعقيمها، لبس الكمامات. فإذا إجراءات بسيطة جدا. وطبعا هذه أيضا إذا نجي بتاريخنا نشوف أنه الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد الإسلام بشكل عام، الإنسان المسلم لازم يتوضأ 5 مرات باليوم، يحافظ على نظافة جسمه. فهاي كلها تأكيد على أهمية الصحة. فإذا الوقاية الأولية تكون من خطوات health promotion and specific protection، تعزيز الصحة والخطوات الخاصة. تعزيز الصحة مثل ايش؟ التثقيف الصحي، المحافظة على البيئة السليمة، الغذاء الجيد، والسلوك الصحي. يعني كل عامة، يعني وقاية من كل الأمراض. بينما السبيسيفيك مثلا اللقاحات، لقاح شلل الأطفال ضد شلل الأطفال، لقاح الدفترية ضد الدفترية، وهكذا. وكذلك بعض الأحيان نعطي أدوية للملامسين للمرض مثلا أو الكوليرا، هذه نسميها كيمو بروفيلاكسيس. والوقاية من أخطار العمل، الأدوية والغذاء السليم، وكذلك التخلص من أخطار البيئة. هذه مستويات الوقاية مثل ما شرحناها لكم، 3 مستويات أساسية. أكو مرات يخلون قبل البرايمري برايمورديال يسموها، اللي هي الوقاية الأساسية. هذه مثلا بشكل عام لكل المجتمع، وتعطينا وقاية من كل الأمراض. هذه البرايمري بريفنشن، سكندري بريفنشن، أمثل عليها مثل ما شرحت لكم إياها، والتيرشري بريفنشن. هذا بالنهاية كويز تحاولون تقروه وتخلون الحلول. طبعا الحلول موجودة لكم. وشكرا جزيلا.